إنه مارس الولاية في هذا المجال مهم جدا للكثير من الأسباب القاطعة وفق نظرة الجمعية العامة للأمم المتحدة. إن منطقة الشرق الأوسط يرنو للسلام والاستقرار، السلام الدائم والشامل والعادل بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس المبادئ الدولية، والتي بمقتضاها يتم قيام الدولة الفلسطينية على الحدود ما قبل 67، والقدس الشرقية عاصمة لها، إذ أن الرأي الاستشاري سيكون مرشدا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل تحقيق هذا الغرض. النقطة الأخرى وما يتعلق في الانتهاكات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني، في تقرير المصير تستمر إسرائيل في احتلالها لفترة زمنية طويلة بدأتها منذ عام 67. القضاء المذكرون إن فلسطين تعرضت لأطول احتلال في التاريخ الحديث البشرية وفرض الوقائع على الأرض من أجل تمديد عمر هذا الاحتلال. إذن إسرائيل بدأت بزراعة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفرض الحقائق على الأرض وتفتيت الأراضي الفلسطينية والعمل على شردمتها في انتهاك واضح للقانون الدولي. وهم مثلي دولة فلسطين أوضحوا أمام هذه المحكمة بأن إسرائيل تقوم بأعمال استعمارية واستيطانية، حيث عملت على نقل المواطنين المدنيين الإسرائيليين أي المستوطنين لا يعيشوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليصل عددهم إلى 750 ألف مستوطن، مغيرين بذلك الطبيعة الديموغرافية والجغرافية للأراضي الفلسطينية. وهذه عملية ضم على أساس الأرض الواقع في انتهاك في في في, في تنفيذ واضح للتشريعات والقوانين التي اتخذها الكنيسة الإسرائيلي. وهناك دول قليلة جدا من يدافع عن السياسات الإسرائيلية، وأن هذه الأعمال غير شرعية وغير قانونية وتمارس على أساس الاحتلال، إذ أن الاحتلال الإسرائيلي احتلال غير قانوني وغير شرعي وفق قرارات الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن الدولي، ولم يكن أي قرار عن الأمم المتحدة سوى ذلك.